صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل. هتشوف معانا العيشة أجمل، عيشها ببساطة. ببساطة مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين. حلقة جديدة وأكيد معلوماتها مفيدة ودسمة في نفس الوقت بس بسيطة. معانا ومعاكم دكتورة زينب سمير، أخصائي التغذية العلاجية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور وائل. حضرتك من أنصار التوابل ومن أنصار الحاجات اللي بتتحط تكسب الأكل طعما. نعم. وتكون صحية جدا. أنا بحب التوابل جدا في الأكل، لأنه التوابل كنز. التوابل كنز لأنها بتساعد في علاج أمراض كتير قوي، وبتقلل من الأعراض الجانبية لأمراض كتير قوي. بس هي الفكرة أن احنا نستخدمها صح، ونستخدمها في الوقت المناسب. بالزبط. لأن بعضها ممكن يعمل لي مثلا حموضة. طبعا يعني بدون الإكسار، احنا متفقين أن القاعدة الأساسية الإسراف في أي شيء بيخلي الحاجة المفيدة لا تتقلب لحاجة ضار. تمام. طيب واحدة واحدة كده، توابل التي تحبها دكتورة زينب أكيد في بيتها طبعا بس للآخرين. دايما أنا عندي بقول للناس اللي هي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، الكمون هو الصديق الصدوق. الكمون على كل حاجة. طبق السلطة بتاعي عليه معلقة كمون كبيرة، معلقة زيت الزيتون، الزعتر أو البابريكا، بنقلل الملح، بنقلل الحاجات دي، لكن الحاجات دي هتدي الطعم. وطبعا دايما أقول الخل الأبيض ده للتنظيف مش للأكل. دي مهمة أوي، مهمة جدا. بنستخدم اللي هو الخل البلسامي، بنستخدم الليمون، خل التفاح. خل التفاح برضو لطيف جدا. أي أنواع الخل المختلفة اللي هي أصلا المصدر بتاعها الأساسي من الفاكهة أو الليمون. تمام. الليمون حلو جدا. طيب انا بحب دبس الرمان. ودبس الرمان جميل. دبس الرمان حلو. عارفه ده جاي منين؟ جاي من الرمان فعلا. فعلا. طيب تمام. مهم، انا بحبه لان بحب الاكل اللبناني. بيدي فليفر، هو طعمه شبه طعم الصويا صوص. ايه تاني؟ لان في مثلا الزعتر، في الكاري. الزعتر جميل، الكاري والكركم. انا بحب الزعتر جدا وبحب الكركم قوي. الكركم من الحاجات الحلوه اللي هي انتي اوكسيدنت. الزعتر برضو انتي اوكسيدنت، والزعتر جميل جدا لانه بيعالج مشاكل الجهاز الهضمي، ولو احنا خدنا المشروب بتاعه مغلي بيعالج مشاكل الجهاز التنفسي. الادويه اللي هي ادويه الصدر فعلا كتير منها فيها الثايم او اللي هو الزعتر فعلا. بالظبط كده. طيب الكركم دوره ايه في القصه؟ الكركم من الحاجات الحلوه قوي اللي هي بتطلع موضه. الكركم طالع اللي هو المشروب بتاع الكركم، ونحط عليه نقطه فلفل اسود ونشربه على كوبايه ميه. اللي هو بيبقى جولدن ميلك تقريبا. بالظبط. كركم لطيف جدا لان هو بيبقى له تاثير على امتصاص الدهون، كمان زي ما احنا قلنا ان هو انتي اوكسيدنت. واحنا بنتكلم في الحاجات اللي هي الانتي اوكسيدنت ان هي بترفع مناعه الجسم، مضادات الاكسده يا دكتوره، مضادات بترفع مناعه الجسم وبتحسن عمليه التمثيل الغذائي اللي هي عمليه الحرق بصفه عامه. فبالتالي تدي للجسم اكتيفيتي او باور، يعني خلينا نتحرك بنشاط، عندنا حركه اكتر شويه. كاري نفس الاتجاه. الكركم افضل من الكاري لانه الكاري قليل قوي لما بيكون كاري اصلا. بيبقى هو عباره عن خلطه بهارات، يعني الكاري اصلا بيبقى عباره عن خلطه بهارات، لكن الكركم هو نبات الكركم. نبات محدد. خلينا نقول بقى حاجتين مهمين طالما بنتكلم في توابل ومشروبات. الجزء بتاع اللي هو الجولدن ميلك، الحليب الذهبي. ايه بيتعمل ازاي؟ وممكن يبقى بدل الخروب والدوم. هو طبعا برضو الحاجات دي لطيفه جدا. سبحان الله، كل حاجه ربنا خلقها ليها فوائد طبعا، وكل حاجه ربنا خلقها ليها تاثير على الجسم وتاثير ايجابي بشرط عدم الاسراف. يعني ده من المشروبات طبعا الحلوه. الاسوس لطيف جدا، بس بيخلي مريض الضغط لازم يخلي باله منه عشان بيرفع الضغط شويه وبيحوش الميه. بالظبط كده. برضو الكركديه حلو جدا، بيوطي الضغط، فاحنا برضو نخلي بالنا من الكلام ده. ساقع ولا سخن؟ ولا بتقعد تسال اسئله كده، ما اعتقدش ان يفرق ساقع ولا سخن، صح؟ وعندك الخروب برضو من الحاجات اللطيفه. الدوم حلو جدا. ففي مشروبات كتير جدا حلوه، بس
المهم ان احنا ما نزودش في التحلية بتاعتها يعني ما نخليهاش مسكرة قوي وما نكسرش منها. يعني هي كوباية واحدة من حاجة واحدة في اليوم هتبقى لطيفة جدا. طيب والحليب الذهبي ده عبارة عن كركم لبن عادي ولا اعتقد لبن نوع معين تقريبا حليب من انواع معينة او بيتحط عليه كركم اللي هو لبن جوز الهند؟ ايوه بالزبط. لبن جوز الهند بنحط بقى عليه الكركم. انه في دراسة بتقول انه لما بنحط رشة بسيطة من فلفل اسود بيساعد في امتصاص الكركم بشكل اكبر وتنشيط حاجات في الجسم اعتقد وتنظيف يعني. نعم طبعا. طيب انت من حبايب ومحبي الديتوكس فعايزين بقى تاخدي وقت كده في دقيقتين تلاتة تقولنا شراب الديتوكس وايه فوائده. ديتوكس ببساطة شديدة جدا الديتوكس ان انا باخد ازازة المية بتاعتي وكمية المية اللي انا بحتاجها في اليوم من بالليل بجيب الازازة بتاعتي بحط فيها اي نكهة انا بحبها من الخضروات او الفواكه. يعني مثلا انا شخصيا عن نفسي بحب الليمون بالنعناع. ليمون ونعناع بحط شرايح الليمون بحط معها عودين نعناع. زنجبيل والليمون برضو بيبقى حلو جدا. ده برضو من الحاجات الحلوة قوي وكمان اللي هي بترفع معدل الحرق في الجسم. في عندنا التفاح والقرفة يعني نحط شرايح تفاح ومعها عود قرفة بيبقى برضو جميل جدا. شرايح الليمون مع البرتقال ايا كانت النكهة اللي انا بحبها. وطبعا لو انا في عندي مرض معين يعني انا مثلا لو عندي قرحة في المعدة او عندي ارتجاع يبقى ابعد بقى مثلا اخد التفاح والقرفة بلاش اخد الليمون والبرتقال مثلا لانه أيوة. هيبقى حامضي قوي. فانا برضو براعي الحالة الصحية بتاعتي او المشاكل الصحية اللي عندي. طيب بنقعها ولا بغليها ولا ايه؟ لا بتنقعها بتنقعها من بالليل والصبح بنصفيها وبنشربها. طيب. وممكن ما نصفيهاش يعني على حسب برضو الشخص ايه. لو في ناس بتتضايق من الالياف والكلام ده فنصفيها هي خلاص الفايدة نزلت في المية. بنشكرك شكرا جزيلا ويا رب سنة جميلة ورمضان جميل عليك وعلى أسرتك وعلى كل الناس. رمضان ده شهر بركة وجميل. ده حقيقي. شكرا جزيلا دكتورة زينب سمير أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. عشها ببساطة ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين.